السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في وقت تتفاقم فيه الأزمات بشكل كبير وترتفع فيه نسب التضخم وما لها من تبعات شديدة الخطورة، هل ترشيد المصروف هو الخطوة الأنجع؟ كيف يمكن تجاوز هذه الأزمات المالية على مستوى الأفراد والمؤسسات والدول؟ هل من طريقة لترشيد النفقات العامة؟ وما هي المسؤولية، الواجبات والحقوق التي على الجميع تحملها؟ كيف يؤثر التكافل الاجتماعي والتكاتف بين الأفراد في حمل بعضهم بعضا تجاه هذا الموضوع؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على فضيلة الدكتور علي محي الدين القرداغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، أهلا ومرحبا. ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. بارك الله فيكم، نسر ونسعد دائما بوجودكم معنا بهذه الإطلالة وأنا كذلك البهية، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الله جميعا. الموضوع حساس شيخنا، الموضوع يعني يمس كل فرد فينا، كل مؤسسة، كل دولة حتى. لو نبدأ برؤيتكم العامة لما يجري الآن في ظل التطورات الأخيرة اقتصاديا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. آمين. الاستهلاك لا شك أنه ضرورة من ضرورات الحياة من حيث المبدأ، وأنه الحلقة الثانية أو حسب تعبيري الكفة الثانية لميزان الاقتصاد في كل الاقتصاديات. فهناك الإنتاج، وإذا كان هناك إنتاج فلا بد أن يكون هناك استهلاك. فالاستهلاك إذن أمر مطلوب لتحقيق وزيادة الإنتاج. والاقتصاد الرأسمالي حقيقة يهتم بالاستهلاك بشكل كبير، وبخاصة استهلاك الأفراد وعامة الناس لزيادة الإنتاج، وبالتالي تكون هذه النتائج تدخل في جيوب المستثمرين وجيوب الأغنياء، ولذلك تكون الدعايات الضخمة جدا ووسائل التشويق وفي بعض الأحيان وسائل الإغراء والتغرير والتدليس، كل ذلك لأجل زيادة الاستهلاك حتى يكون هناك زيادة في الإنتاج، أو بعبارة أخرى أيضا حتى تكون هناك زيادة في الأسعار. ولكن الإسلام يعترف بالاستهلاك ويسميه حقيقة بأسلوب أجمل وألطف وأفضل من مسألة الاستهلاك. الاستهلاك هو المقصود بإهلاك الشيء، أي أنك تهلك هذا الشيء وتتلفه، بينما التعبير القرآني وتعبير الاقتصاد الإسلامي الإنفاق. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وحتى تعبير القرآني من الناحية اللغوية كما يقول فقهاء اللغة بكلمة إذا، والذين إذا يعني إذا للتحقيق، يعني معناه لا بد أن يكون هناك إنفاق، لأنه بدون الإنفاق لن يعيش الإنسان. إنفاق في المأكل وفي المشرب وفي الملبس وفي المسكن وفي جميع الطيبات، فهذا الإنفاق مطلوب. ولكن شوف، الإسلام حدده إذا أنفقوا، الإنفاق مطلوب ولا بد أن يتحقق، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الإسراف بالتأكيد يؤدي إلى إضاعة المال، ويكون من طرف الأغنياء، لأن الفقراء لا يملكون قوت يومهم، فكيف يستطيعون الإسراف أو التبذير؟ ولذلك دائما وصف المبذرين ووصف المسرفين يكون لهؤلاء الرأسماليين وهؤلاء الأغنياء المترفين. فهذا هو بالنسبة فإذا الإسلام حقيقة يعني أقر الإنفاق، ولكنه ضبطه، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
جميل جدا، يعني هذا الضابط والمعيار ربما الذي سنسير عليه خلال هذه الحلقة وخلال حياتنا أيضا فيما يتعلق بهذه النقاط. أريد أن أسألكم فضيلة الشيخ، يعني اليوم الأزمات متتابعة متتالية، كنا في ظل جائحة كورونا، هناك أزمات اقتصادية ما تبعها كذلك الأمر في حرب أوكرانيا وروسيا كان له الأثر. ما هو الشيء الذي يؤثر فعليا على اقتصاديات الدول ويؤثر على التضخم كذلك الأمر؟ هي حقيقة هناك فرق أو ميزان للأفراد وميزان للدول. الدولة يجب عليها شرعا بدءا من سيدنا عمر رضي الله عنه، لأنه حقيقة فترة سيدنا أبي بكر كانت فترة قصيرة، ومع ذلك وضع معالم لما يسمى بالسياسة المالية. ولكن في عصر سيدنا عمر توسعت الدولة الإسلامية وزادت نفقاتها، وفي نفس الوقت زادت حقيقة أموالها وثرواتها، ولكن الدولة وزعت طبعا بقدر الإمكان على المستفيدين على المسلمين، وتركت الدولة ثروة دائمة للأجيال اللاحقة، وهي ما يسمى بالأراضي التي يعني فتحت فتركها سيدنا عمر باتفاق الصحابة وقفا للأجيال. نعم. السياسة أساسا بصراحة بالنسبة للدول، الاقتصاد وبخاصة الإنفاق والإنتاج وما يترتب على ذلك من ما يسمى بالتضخم أو بالانكماش، بالمناسبة انكماش مقابل للتضخم. اليوم ما نرى انكماشا مع الأسف الشديد، دائما كله تضخم. نعم. انكماش هو أن تكون العملة تزداد قيمتها وتقل قيمة السلع بشكل كبير جدا. اليوم هذه السياسة بطرفيها التضخم والانكماش بصراحة من مسؤولية الدولة. نعم. الدولة الإسلامية أو الدولة حتى غير إسلامية يجب عليها أن تضع ثلاثة أنواع من السياسات. النوع الأول السياسة الاقتصادية العامة، تنظر إلى جميع ما يسمى بالعرض الكلي والطلب الكلي، يعني بجميع ما تنتجه الدولة والمصانع والأفراد من خلال الإحصائيات. وبالمناسبة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أن الدولة كانت لسه في بدايتها، خلال فترة السنتين الأخيرتين من سنة 8 إلى سنة تقريبا 10 قام بثلاثة أنواع من الإحصائيات كما ورد في كتب الصحاح والسنن. وطبعا بالمناسبة حتى شوف كيف إحصائية كان عدد في العدد حوالي 1500 شخص، إحصائية 700 شخص، إحصائية مثلا أقل من ذلك. أنا حقيقة درست هذه الإحصائيات فوجدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية درس العوائل الموجودة، ثم درس المقاتلين، ثم درس المنتجين القادرين، وفي ضوء ذلك بالتأكيد لم تبين لنا كتب السيرة ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الإحصائيات. ولكن بلا شك أن هذه الإحصائيات لم تمر كما يقال مجرد المرور الكرام، وإنما بني عليها القوة العسكرية، وبني عليها القوة الإنتاجية، وبنيت عليها القوة الاقتصادية. هذا كأمثلة مهمة جدا. في عصر سيدنا عمر رضي الله عنه السياسة الاقتصادية، أي النظر إلى إمكانيات الدولة والأفراد بجميع، هذه النظرة الكلية. جميل. ووضع سياسة عامة لدفع هذه الدفة العامة إن صح التعبير، هذا الاقتصاد العام بصورة عامة، وبالتالي الدولة تتدخل إذا وجدت خللا في مسألة من المسائل، تدعم الأفراد، تدعم المؤسسات حتى لا يكون هناك خلل يوقف عجلة الاقتصاد. هذا ما يسمى بالسياسة الاقتصادية التي ينظر إلى ما يسمى السياسة الاقتصادية الكلية والجزئية. ثم بعد هذه السياسة الاقتصادية الكلية، النظرة العامة الدقيقة، ولو كان هناك مجال لذكرت تفاصيل هذه السياسة. الأمر الثاني السياسة المالية،
السياسة المالية هو الذي حضرتك تقصدها، نعم. وهو قضية الإنفاق والإنتاج والاستهلاك على مستوى الدولة أولا. شوف، على مستوى الدولة أولا، لأن استهلاك الدولة حسب التعبير الحديث أو إنفاق الدولة، الإنفاق العام، له تأثير كبير جدا على التضخم. لماذا؟ لأن أموال الدولة إذا صرفت في الإنفاق العام لم تدخل في السوق، لم تدخل في السوق، وبالتالي لم تتحرك السوق. كذلك أموال الدولة إذا استهلك حتى ولو بطرق شرعية على مستوى الإنفاق العام، معنى ذلك لم تستطع الدولة أن تدعم المنتجات القومية كما يسمون حسب عرف الاقتصاد، أو نعم. المنتجات الأساسية أو الصناعة أو ما أشبه ذلك. فلذلك تبدأ السياسة المالية بالإنفاق العام، بترشيد الإنفاق العام وضبط هذا الإنفاق بشكل مهم جدا. وقد قام عمر رضي الله عنه بترشيد سياسة الإنفاق العام، ثم بعد ذلك وجه عمر رضي الله عنه الأمة إلى هذه السياسة، كما قال لسيدنا جابر رضي الله عنه، صحابي جليل، نعم. حينما اشترى شيء قال: أو كلما اشتهيتم اشتريتم اشتريتم. ثم معنى ذلك هذا تقليل من عملية الإنفاق أو الاستهلاك إلا بقدر الحاجة، وليس بقدر الرغبات، وليس بقدر الشهوات إلى آخرها. فهذا ما يسمى سياسة ثانية، وطبعا تحتاج للضبط، ونحن كتبنا فيها مئات الصفحات حول هاتين ثم بعد ذلك تشوف السياسة النقدية. السياسة النقدية العامة، الدولة تنظر إلى موجوداتها، إلى إمكانياتها، ولا تصدر النقود إلا بمقدار ما عندها، وتربط هذه الأمور بالتأكيد مع السياسة النقدية العالمية حتى لا تضرب العملة. نعم. فلذلك بصراحة الدولة في كل بلاد هي المسؤولة عن التضخم، هي المسؤولة عن هذه المشاكل وليس الأفراد. بل حتى الأفراد لو كلما اشتهيتم اشتريتم لا يؤدي إلى عمل كبير. صح، قد يكون له تأثير، ولكن على الدولة أيضا أن تضع سياسة، مثلا أن تضع ضرائب كبيرة جدا على الأشياء الترفيهية، جدا 200% 300%، إيش مانع؟ وتخفض أو تمنع الضريبة على الأموال الضرورية أو الحاجية. شوف، يكون هناك توازن. إحنا عندنا في الشريعة الإسلامية، وهذا مهم جدا إخواننا يسمعون، عندنا 3 أنواع من الملكية متداخلة، وهذا لا يوجد في أي نظام. الملكية الفردية هي حرة ولكنها فيها الجانب الاجتماعي. جميل. ملكية الأمة، ملكية الدولة. نعم. ملكية الدولة، أموال الدولة يجب أن تخصص للقضاء على مسألة التضخم أو مسألة الانكماش من خلال هذه السياسات الثلاث: السياسة الاقتصادية، السياسة المالية، السياسة النقدية. طيب. ثم عندنا بعد ذلك أدوات السياسة النقدية، وأدوات السياسة المالية، وأدوات السياسة الاقتصادية. نعم. هذه الأمور لو ضبطت، الدول تستطيع أن تحافظ على أموال الناس وعلى، يعني الغرب مع الأسف حتى لو وجد تضخم، نعم، لكنها الأموال محفوظة إلى حد كبير مع الأسف الشديد. صحيح. طيب، سنتحدث عن يعني الأفراد في هذا السياق، ولكن لو سمحتم لي أن أذكر السادة المشاهدين بأنه يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم، كما بإمكانكم التفاعل معنا من خلال التعليقات على البث المباشر على صفحة قاف التفاعلية. مشاهدينا الكرام، طبعا نحن نتحدث الآن في هذه الحلقة في فتاوى المال والاقتصاد، وفي كل حلقة يعني نود أن يعم الخير وتنتشر مثل هذه الحلقات النافعة للناس. إذا تذكرتم مثلا يوم من الأيام أنه هناك شخص يريد أن يسأل فيما يتعلق بالاقتصاد، فبإمكانكم في حلقة فتاوى المال والاقتصاد أن ترسلوا له الرابط، تشاركوه، ترسلوا له الرابط، تقول له: هاي الشيخ علي القرداغي موجود في هذه الحلقة، فيتصل بنا ويسأل عن حاجته. هناك العديد من الوسائل، هناك العديد من الطرق، نحن نريد أن نبسط لكم هذه المعلومات القيمة وهذه المعلومات الدسمة، نعطيها في خلال ساعة في الأسبوع، تكون يوم الثلاثاء الساعة 7، ويكون الضيف فيها دكتور علي القرداغي، يعني ما في حكي بعد الاسم المذكور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد
في صحته. معنا اتصال هاتفي اليزن من ألمانيا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الحلقة من فتاوى المال والاقتصاد، تفضلوا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. ورحمة الله جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، احنا صناعيين ومستثمرين يعني في مهندسين في ألمانيا، وعندنا يعني وضعنا كميات كبيرة من الاستثمار في تطوير عدة نماذج من الأجهزة، ولكن أصبح عندنا مشكلة في السيولة. سابقا هذه المشكلة ما في مشتركين هروب من البنك الحكومي، هناك بنك حكومي تابع. طيب، الصوت يتقطع أخي اليزن، لو نحاول إعادة السؤال لأن الصوت يتقطع. طيب، أي أنا أسمع، يعني ربما تتحدث عن نقاط فيما يتعلق بالاستثمار في ألمانيا. طيب، خلينا نعيد الاتصال، أو ممكن تتحدث قبل أن نعيد الاتصال، ممكن ضبط. أحاول، نعم طيب أحاول. تفضل تفضل. أتأمل الصوت الآن. نعم الصوت الآن نعم جيد؟ أفضل أفضل. نعم تفضل تفضل أخي. نعم، المسألة متعلقة بالقروض التنموية التي تقدمها الحكومة. سابقا كانت هذه القروض 0% نسبة الفائدة عليها، فكنا نأخذها بدون إشكاليات. لكن الآن عندنا مثلا منتج، وهذا المنتج نقدمه للحكومة وينظر إلى المشروع ويقول هذا مشروع جيد وناجح ومفيد للمستقبل. جميل. لكن لما نأتي إلى القرض، نجد أن القرض ولو أنه قرض يعني تنموي، يسمونه قرض لدعم الشركات الناشئة، لكن فيه نسبة فائدة. الحكومة تخسر في هذا القرض صحيح، ولكن أيضا هناك زيادة على المال الذي نأخذه. النسبة مقدرة أم تقدر حين العقد؟ نعم. نسبة مقدرة، نسبة نعم زيادة، نسبة مقدرة مثلا كم؟ 2%. طيب 2%. جميل. وهذه يعني هم يحسبون تندرج نسبة التضخم مثلا، تندرج على كل العقود يحسبون المتعلقة بدعم المشاريع الصغيرة أو المشاريع الناشئة؟ لا، ليس هكذا، وإنما ينظرون مثلا هناك مشاريعنا نحن تدعم الطاقات البديلة، تدعم التقنيات الحديثة، تقنيات التعقيم، فينظرون فيقولون يعني هذا النوع من المشروع من المشاريع نعطيها نسبة فائدة قليلة، وهناك مشاريع أخرى مثلا ما يعطونها نسبة فائدة أقل من 5 أو 6%، لكن في محالة مشاريعنا احنا يقولون 2% لأننا نريد أن ندعمها. طيب، وسؤالك هي على هذه النقطة تحديدا، على الفائدة القليلة نسبيا، رغم أن يعني كما قلتم أن المقرض يخسر بشكل أو بآخر في هذه النسبة، وهي 2%. نعم، هو المقرض هو الحكومة، وهي نعم. تخسر عمليا، تخسر بسبب التضخم، لأن التضخم حوالي 8%. وحتى لو مثلا فشل المشروع، هم يدرسون المشروع بداية، حتى لو مثلا لسبب من الأسباب حصل ركود في السوق وفشل المشروع، لا يطالبوننا بالسداد. يعني نقدم لهم فقط الوضع القانوني، ضمن الوضع القانوني نقدم لهم وضع السوق وما حصل معنا حتى يعني المشروع لم ينجح، ويعفوننا في حال أنه حصل أمور خارجة. يعني هو المسألة تدخل ضمن برامج دعم التقنيات الحديثة. جميل. طيب، 2% هي على نسبة الربح أم نسبة القرض؟ لا، على نسبة القرض، ليست على نسبة الربح. على نسبة القرض. طيب، جميل جدا، إن شاء الله الآن تسمعوا الإجابة. إذا في تعقيب تفضلوا. أو جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. احنا فقط هذه مسألتنا، لأنه احنا حاليا يعني عندنا ضائقات سيولة، لا نجد. عندي سؤال. نعم. فاتح. طيب، جميل. خلي أسأل. طيب أخي اليزن، تفضل تفضل شيخنا. نعم تفضل شيخ. أخي يزن، هل هذه الفائدة 2% تأخذها الدولة لنفسها، أم أن البنك التجاري العادي يأخذ؟ لأنه مرات البنك المركزي هو الدولة يدفع أموال لا يأخذ عليها شيئا، ولكن بما أن البنك الآخر الذي يكون وسيطا هو الذي يأخذ 1% أو 2% في مقابل تمرير هذه الأمور والملفات والترتيبات، أو أنه مباشرة الدولة الآخر 2%؟ الظاهر فيما يبدو لنا أن الدولة هي التي تأخذ المبلغ مباشرة، والبنك مثلا بنك شركتنا يقوم فقط بإجراء المعاملة بدون أن يأخذ أي شيء.
تمام، واضح الآن. يعني تمام، شكرا. معاملتنا مباشرة صحيح مع الدولة، ولكن البنك، بنك الشركة، يقوم فقط من باب الخدمة بإجراء هذه الخدمة يعني ضمن الإطار القانوني. جميل جميل، تمام. طيب واضحة واضحة المسألة إن شاء الله، ونحن أيوة. نشكرك طبعا جزيل الشكر على اتصالك وتفاعلك، طرح هذا الموضوع الغاية في الأهمية لأنه ربما يمس جميع مسلمي أوروبا. شكرا جزيلا لك أخي اليزن، كنت معنا من ألمانيا. تفضلوا شيخنا. حقيقة يعني لا شك احنا ندرس حتى من الناحية الاقتصادية ان 2% نسبة كبيرة وليست نسبة بسيطة، و2% بالنسبة للبنوك الكبيرة ازيد بكثير من المصروفات الإدارية. في امريكا على سبيل المثال المصروفات الإدارية يعني في بعض الاحيان خاصة في البنوك الكبيرة قد تبدأ من 0.25، يعني 25 من 1% تغطي، يعني خاصة للبنوك اللي عندها مليارات من الدولارات تغطي المصروفات. فلذلك 2% حتى من هذا الجانب، رغم أنه إحنا لا نستطيع أن نحكم حتى لو زائد أو ناقص، ما دام محدد 2% فهو ربا لا شك، ولا يعني سواء كان ربا 5% أو 2%، فكل قرض جر منفعة مشروطة بعقد فهو ربا، فهذا قاعدة أساسية وعليها الأدلة الشرعية وحتى القرآن الكريم حينما يقول وحرم الربا، الربا هو الزيادة على مبلغ القرض بأي نسبة. فهذا لو كان كما قلت أن الدولة لا تأخذ شيئا وإنما تعطي هذه القروض للبنوك التقليدية، وحينئذ البنوك التقليدية باعتبارها أنها ليست مقرضا أو نعم ليست مقرضة، هنا يكون فيها نوعا ما مجال للبحث في هذه القضية. أما بهذه الصورة فهي واضحة، وبالتالي لا يجوز الإقدام على هذه القروض مع الأسف الشديد إلا لحالات الضرورة التي يترتب عليها يعني إفلاس شركة تقوم بهذا المجال. وفي نظري في فتوى لي مخصوصة أن إفلاس شركة شبه عامة يعتمد عليها عدد من الموظفين في أرزاقهم، أن إفلاس ذلك بمثابة الموت الطبيعي للإنسان، وبالتالي هذا بمثابة الضرورة، ما عدا ذلك لا يجوز أخي الحبيب أستاذ يزن. والله هذه الفتوى تحتاج إلى حلقات شيخنا، يعني أي الجزئية المذكورة في نهاية حديثكم، يعني مثلا ما هي الضرورات ربما التي قد تلجئ البعض إلى الاقتراض، أو تمام، ربما طيب استخدام الحرام كذلك الأمر. كلام جيد. أنا أقترح أخي الحبيب أستاذ فاتح حفظك الله أن تدعو الآن إلى إخواننا أن يذكروا لنا جميع الصور المتاحة عندهم والحالات الضرورة التي تصادفهم، نجمع هذه الحالات ونعقد لها يعني حلقة خالصة حول هذه الضروريات التي تخص الشركات أو تخص العالم الغربي غربي والتي تنزل، أو الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورة. جميل جدا، إذا بناء على هذا الكلام وبناء على ما تفضلتم به فضل الدكتور، نذكر السادة المشاهدين بأننا نود منكم مشاهدينا الكرام أن تطرحوا لنا الصور التي تمرون بها سواء في أوروبا أو في غيرها من بلدان العالم العربي والإسلامي، لما يتعلق بالشركات ولما يتعلق ربما بغيرها من المعاملات المالية التي بإمكانكم اللجوء إلى بعض التعاملات التي هي في الأساس محرمة، لكن الضرورة هنا تبيحها، ونطرحها جميل. بصورتها الكاملة على فضيلة الدكتور علي محي الدين القرداغي، وتأخذون الإجابة إن شاء الله وفتواه أحسنت. في ذلك. إذن شيخنا، هناك سؤال مرتضى كامل ولكن ليس متعلقا بالاقتصاد، إنما نطرحه أيضا من باب الإجابة على سؤاله. حكم من لا يلتزم بمذهب معين فقط يأخذ بالراجح من الكتاب والسنة وأهل العلم الثقة. هذا الشخص إن كان قد بلغ درجة الاجتهاد أو بلغ درجة الترجيح، القدرة على الترجيح،
من خلال دراساته في علوم أصول الفقه والمقاصد وفقه الميزان وعلوم اللغة والبيان والمعاني والبديع وأصول الفقه والفقه والحديث يعني هذه العلوم كلها إن بلغ مرتبة تهيئه لأن يكون أهلا للترجيح أو للاجتهاد الجزئي، نعم. أما أنه بكيفه يأخذ من هنا ويأخذ من هناك فهذا يؤدي إلى التلفيق المحرم الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى أن يكون محل الإجماع على حرمته. نعم، جميل جدا. معنا اتصال هاتفي أيضا من مصر، الأخت وفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا الحمد لله ومرحبا. على سلامتكم كويس. الله الحمد يسلمكم، لله على جزاكم الله سلامتكم، خيرا. كل عام وانتم طيبين. وأنتم بألف وانتم خير إن بخير. شاء الله. وأنتم بألف كنت خير. عايزة أسأل، الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يبارك فيك. كان في حالة عندي عند أختي حبيبة، يعني زوجها راجل كبير في السن، فهو بعد ما طلع على المعاش وطبعا سنه كبير حاجة، يعني طلع 60 حاجة زي كده، نعم. ما عرفش يشتغل، ملوش في التجارة، ملوش، ما يعرفش حد، من نوع الخواف قوي، من حتة ما يعرفش يتعامل مع الناس كده ماديا، فحاطط فلوسه كلها في سندات في البنك على أساس إن الريع البيت يعني كل اللي جنبه في دقيقة حياته. دقيقة دقيقة أخت وفاء، حتى يكون السؤال واضح. يعني اتفضل. زوجها طلع له تقاعد، أيوه من بدري. طيب الآن ماذا تفعل هي؟ ما هو السؤال حولها؟ مجمع فلوسه كلها وحاططها في البنك، شغال أها زي السيادات، وديها أها بتطلع له ريع كل شهر، لان المعاشات طبعا ضعيفه جدا، ما بتصرفش على حاجه، صح، فبتطلع له مبلغ فوق المعاش بتاعه، بيصرف بيه على نفسه وبيصرف بيه على اسرته، على زوجته يعني. طيب فالفلوس دي بقى وضعها ايه شرعا؟ ما هو ما يقدرش يتاجر وما يعرفش يتاجر أها وما يقدرش يصرف من اصل المال خوفا من انه يخلط، نعم. يجي يعيا، يجي يحتاج لا عملية لا، لا كفاية، لكن عندما يصرف وضعه فلوس. في البنك، عندما وضعه في البنك أخذ يعني فائدة ربما حول هذا المال. بعدما وضعه في البنك أخذ منه فائدة بالظبط لكل شهر تأتيه بناء على الرأسمال الذي وضعه. بالظبط كده، بيصرف أها منها وبيدي زوجته بقى مصروفها، جميل، مصروف زوجته مصروفها، فده بالنسبة له وضعه ايه؟ فاهمين، هو شخصين صاحب المال، وزوجته اللي هي بتاخد من الفلوس دي وضعها ايه؟ لان هو ما فيش دخل غير ده، جميل فيعملوا ايه؟ جميل جدا. طيب البنك ليس إسلامي، يعني ليس بنك إسلامي، بنك يعني لا ليس بنك الاسلام. بنك عام. طيب بنك عام. جزاكم الله خيرا وبارك بكم، وشكرا جزيلا لاتصالكم، نسعد باتصالاتكم دائما، وإن شاء الله الآن تسمعون الإجابة من الدكتور علي محي الدين القرداغي. بارك الله هذه فيك. صورة من صور يعني الضرورات شيخنا، لكن حالة فردية ليست متعلقة بالشركات. لا يستطيع أن يعمل، شخص كبير بالسن لا يستطيع أن يعمل، ووضع مال تقاعده الذي جمعه في البنك، ومن ثم يأخذ كل شهر مما يعطيه إياه البنك، لا هو قادر على العمل ولا حتى زوجته، وتسأل وفاء عن حاله وحال زوجته في هذا المال العائد من البنك العام. أولا دعاؤنا وشكرنا لأختنا الفاضلة أخت وفاء، جزاها الله خيرا آمين. وسهل الله عليها. الأمر الثاني، أنا أقترح على أختي وفاء أن تضع، أو أن زوجها، أو أن الشخص المطلوب أن يضع هذه الأموال في فروع البنوك الكبيرة التي تسمى بالفروع الإسلامية، أقل شيء يعني فيها هيئة رقابة شرعية يتحملون المسؤولية، فهذا أفضل. وأيضا نفس الدخل ونفس الترتيب يرتبون له، يعني مثلا مثل بنك المصري له فروع، بنك الأهلي له فروع، مصرف فيصل مصرف معروف، بنك البركة، بنك أبو ظبي، خاصة دول البنوك الثلاثة لهم فروع يعني، إسلامية. يعني نعم، ولهم أساسا أصوله هناك، يعني بنك فيصل الإسلامي أساسا هو
مقره الرئيسي في مصر. بنك أبو ظبي الإسلامي يعني عدد كبير من فروعه في مصر، فهذا يكون أنقى، وخاصة في هذا العمر الذي أختنا وأخونا فيه. فهذه نصيحتي الشرعية لأخي وأختي. جميل. طيب حكم المال الذي يريدهم الآن؟ يعني الآن إذا كانوا هم مثل ما تفضلتم ليس لهم مورد، فحينئذ علماؤنا قالوا يجوز أن يأكلوا منها بقدر حاجتهم، حتى من مال الحرام لا مؤاخذة الذي جمعوه من الحرام. فعلماؤنا قالوا خاصة إذا كان وصل إليهم برضا فلهم الحق أن يأخذوا منه بقدر الضروريات أو الحاجيات الملحة، ولكن أنا أعطيهم أوسع من ذلك، ينقل هذه الأموال إلى بنك إسلامي أو فرع إسلامي، وبالتالي أقل شيء يكون فيها هذه الشبهة أو هذه الحرمة حقيقة قد تزول، ويخرجون من دائرة الضرورة إلى دائرة الاختيار، وبالتالي يكون لهم الحق في يعني التصرف في هذه الأموال وفي أرباحها بأي شكل من أشكال المشروع. جميل جدا، نتمنى أن تكون الإجابة واضحة. أيضا هناك يعني عودة على ما بدأنا به، خاصة فيما يتعلق بالأفراد شيخنا، في ظل هذه نعم الأزمات التي نمر بها جميعا، هل سياسة التقشف نافعة في مثل هذه الأزمات التي نعيشها في ظل التضخم؟ الترشيد كيف يكون؟ يعني ربما أخذت منكم معيارين مهمين في بداية الحلقة حول هذا الموضوع، صحيح. كلما اشتهيتم اشتريتم، وكذلك الأمر لا تكن يعني يدك مبسوطة ولا مغلولة إلى عنقك. كيف يمكن أن نعم نوازن عمليا كأفراد في هذا الموضوع؟ نعم هو طبعا المبدأ الإسلامي في الإنفاق جميعا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. دائما الاعتدال مطلوب للجميع حتى للأغنياء، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وهذه في سورة الإسراء ضمن الوصايا الأساسية التي وصى بها رب العالمين هذه الأمة الإسلامية والأمم السابقة. فقضية التقتير مرفوضة، وقضية الإسراف والتبذير أيضا محرمة وأيضا غير مشروعة. فلذلك لكن أنا أقول يعني الآن أي شخص، نحن ننصح ليس من لم يبق لديه الآن شيء، إنما أنا أنصح من بداية الطريق، كما يقال في الصيف ضيعت اللبن، في مثل معروف. فحتى لا نأتي في آخر العمر والرجل أنفق كل شيء. أنا يعني أنصح أبنائي الأحبة الشباب وبناتي العزيزات أنه يكون لديهم هذه الفكرة، ما يسمى بفكرة الادخار. فكرة الادخار فكرة شرعية مطلوبة، يترتب على فكرة الادخار أن الإنسان يستطيع أن يزكي، وبالتالي يدخل في المواصفات التي إن شاء الله تتوافى، إن توافرت يكون له الفردوس، والذين هم للزكاة فاعلون، أي أنهم يشتغلون في بداية طريقهم بكل أعمالهم، يعملون ويشتغلون لأجل جمع الأموال وادخار الأموال حتى يدفعون الزكاة وحتى يدفعون الصدقات ويدخلون السرور في قلوب الفقراء ويسعدون الناس. فالمسلم يجب أن يعيش لسعادته، ولكنه أيضا لسعادة غيره، وهذا إنما يتحقق بهذا الادخار الذي فيه نية، وليس الادخار للاحتكار. هذا الادخار بهذه النية عبادة عند الله سبحانه وتعالى، بل والإنسان يدفع فيه الزكاة، وأيضا أزود من الزكاة يدفع فيه، فيكون الإنسان بهذا حقيقة من المقربين عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجب علينا نحن الآباء والأمهات، علينا يعني واجب علينا أن نغرس، شوف، أن نغرس السياسة
الاعتدالية المعتدلة، لا تقتير ولا إسراف نعم في نفوس أولادنا وفي نفوس أطفالنا، ولا نعودهم، ولا يجوز أن نعودهم على الإسراف والتبذير. يقول هذا ما في مشكلة، شنو مثلا 100 ليرة إيش قيمته مثلا، أو 10 ريالات إيش قيمته. لا، المال له قيمة، المال مال الله، المال نعمة الله. سيدنا الرسول صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم رأى حبة يعني تمرة، قال لو ما خفت أنها كانت من تمور الصدقة لأخذتها وأكلتها أو تصدقت بها مثلا. فلذلك وهذا حبة واحدة، تمرة واحدة، كان صعبا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبقى على الطريق دون أن يأكله الشخص. فما بالك اليوم، أنا عندنا إحصائيات بالنسبة للخليج وحتى غير الخليج، أن نعم ما يرمى من الأطعمة خلال العام في لا مؤاخذة في المزابل وترمى، تقريبا دراسة علمية تعادل حقيقة ما تحتاج إليه قارة أفريقيا بالكامل لضروري لحاجياتهم على أقل تقدير. وهذا حسبي بالتأكيد الله سوف نسأل عنها، يعني حسبي في حدود أكثر، يوصل إلى ما يرمى في حدود بين قريب من 2 ملياري دولار من الأطعمة التي ترمى. ولو إحنا اشترينا ب2 ملياري دولار من الأطعمة الأساسية، أقل شيء منعنا الجوع والمجاعة في شبه قارة أو في قارة أفريقيا كلها. فلذلك يعني ضروري جدا أننا نكف. ولذلك الله سبحانه وتعالى ابتلانا بكورونا ولم نطعر، والآن جاءتنا هذه الحرب التي هي من صميم الغذاء. يعني نعم الآن كل الدراسات تشير إلى أن العالم مقبل على يعني فترة مجاعة كبيرة، حسبي الله ليست على مستوى يعني الدول الفقيرة، حتى على مستوى الدول الكبيرة. اليوم مثلا في أوروبا ما كان يشترى ب10 دولارات، اليوم من المواد الغذائية وصلت قيمتها 10 أضعاف إلى حوالي 100 يورو، ولسه الحرب في بدايتها، ولسه الآن نحن لم يعني لم نح يعني لا زلنا نحن نعيش على مدخرات العام الماضي من نعم المواد الغذائية، لأنه فترة الصيف الآن تبدأ هذه الفترة. فإذا هذه الفترة كما يراد أن تحرق الحبوب خاصة في أوكرانيا، وبعد ذلك وروسيا تمنع من ذلك، سوف تكون هناك مجاعة كبيرة جدا. فلذلك حسبي يجب علينا نحن أمران، على الدول الإسلامية أن مفروض أنها تبحث عن سلة الغذاء. عام 1967 لما في مؤتمر القمة العربية اللي نعم معروفة بقمة اللاءات الثلاثة أو الثلاث، كان هناك مشروع حقيقة لبعض الاقتصاديين بأن تنفق الدول العربية 16 مليار دولار على السودان، ليتحول السودان إلى سلة متكاملة للعالم العربي. نعم اليوم السودان من أشد الناس فقرا وحاجة صحيح إلى الحبوب. هذه صحيح حقيقة بصراحة مأساة، مش تقول مشكلة، مأساة نعم ومسؤولية تقع على الجميع، ولكن على رأس هؤلاء المسؤولين أمام الله الحكام أو معظم الحكام. نعم سأسألكم عن التكافل الاجتماعي، ولكن أريد أن أخذ اتصال معنا من نيجيريا. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى أهلا وبركاته. وسهلا أهلا أخي، ومرحبا بكم سيدي، حياكم الله. حياكم الله. نحن أهلا دائما ومرحبا، نتابع الشيخ الرباقي، والتقينا به مرات في ماليزيا ما الشيخ، شاء الله لعله على خير وصحة تامة، جزاكم الله خيرا. ما شاء يا الله، الله صلى الله سبحانه وتعالى يا ينفع شيخ، بكم. أنا السؤال الأول، ما المقصود بالفتوى على الفتوى في الحياة الشرعية الآن؟ نعم وخصوصا عندنا في أحسنت. نيجيريا النوافذ الإسلامية هي تمر بأشياء أظن لن تكون شرعية بالنسبة لما فهمنا في الشريعة، وهو اختلاط المال العام للبنك التقليدي مع النافذة في المضاربة، جميل فما الحكم في ذلك في الشريعة؟ جميل جميل، أولا حقيقة تفضل أجيب أستاذ فاتح. تفضلوا تفضلوا مولانا. أولا بالنسبة لفتح الفروع عن بنوك تقليدية، هناك مخرج شرعي
ليس بالتأكيد هو الأمر المفضل حتى لعلم حضرتك. الأمر المطلوب أن يكون البنك إسلاميا، هذا هو الصحيح. لكن إذا لم يكن كذلك فلا مانع من وجود فروع إسلامية، وحينئذ المخرج الشرعي في ذلك أخي الحبيب أن النقود، الفلوس، الدولارات، الدنانير، كل هذه النقود في نظر الفقهاء يسمى الدين المثلي، وبالتالي لا تتعلق يعني المال الدين لا تتعلق الحرمة أو الحل بالشيء المعين، كما قال علماؤنا لا يتعين بالتعيين، يعني الحنفية يسمونه دينا والجمهور يسمونه مثليا، ولذلك وتتعلق الحل أو يتعلق الحل والحرمة برقبة الشخص. فبناء على ذلك هذه الأموال النقود التي تأتي من البنوك التقليدية إلى الفرع، هذه النقود بحد ذاتها ليست محرمة. الحرمة كما لا يخفى على حضرتك من ناحية حتى الأصولية، الحرام هو من يسمون من أحكام التكليفية، والحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وليس الذات يعني النقود ليست محرمة في حد ذاتها، وإنما المحرم التصرف، أفعال المتعلقة بإيش؟ يعني هي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فبناء على أقوال الفقهاء وأقوال الأصوليين أن هذه الأموال لا يحكم عليها بالحرمة عندما يتعامل بها ما دام التعامل بها حلالا. المهم حضرتكم أن تتأكدوا من صحة العقود من المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك أو المشاركة أو نحوها. أما كون المبلغ يأتي من بنك ربوي أو ليس من بنك ربوي فهذا إن شاء الله فيه مجال بناء على هذه التأصيلات الفقهية، وهذا بالتأكيد يختلف عن المحرم لذاته مثل مال المغصوبة مثلا، مثل الخنزير والخمر، فهذه الحرمة تتعلق بذاتها أيضا كما أنها تتعلق بالمكلف. فمن هنا فيه مجال أخي الحبيب، وأيضا يدل على ذلك أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله كان يتعامل مع اليهود بالدرهم والدينار، ولم يمنع وجوده ولم يقل أن هذه الدراهم التي جاءت إلي من اليهود أو من النصارى أو من المشركين أنها محرمة، ما دام العقد الذي تم كان مشروعا شرعياً وكان معقولا. جميل. أخي دكتور محمد، هل لديكم تعقيب أو ربما استفسار معين؟ دكتور محمد؟ نعم. هل لديكم أي استفسار أو تعقيب؟ نعم، الإجابة واضحة جدا وأشكر الشيخ، ولكن لدي سؤال مهم. تفضلوا. مهم جدا. تفضلوا. نعم، وأريد من مولانا الشيخ كيف نقنع المسلمين خصوصا في بلادنا نيجيريا بأن يتخذوا المالية الإسلامية، يعني يتركوا البنوك التقليدية عموما. مع أنهم أكثر الناس ادخارا في البنوك التقليدية هم المسلمين، ولهم ادخارات طائلة جدا، ومهما تكن من توعية ومن كلام ترشدهم إياه فالناس ما زالوا يعني يحبون البنوك التقليدية، وبيقول لك كلهم نفس الشيء. ما هي النصيحة؟ بيقولون لك كلهم نفس الشيء. السبب يعني أنا أعتقد، تفضل شيخنا، خاصة أنا أعتقد هو يعود إلى شيئين يا أخي الحبيب دكتور محمد، وأنا أيضا نسعد بك وقد سعدت بك. بالنسبة نحن نحتاج في مثل هذه الأمور إلى أمرين، علماؤكم يجتمعون ويصدرون فتوى بحرمة هذه البنوك التقليدية وإباحة هذه البنوك الإسلامية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن تكون هذه البنوك الإسلامية فعلا بنوكا إسلامية وليست مجرد تحايل، هذا الإشكالي. فالناس في خطورة إذا هنا، في خطورة هنا. نعم. شيخنا، معناتها الإنسان يجب أن يبحث عن مصداقية هذا البنك ولو رفع شعار الإسلامية، لأن ما قدمت طبعاً به أن الكثير من الناس أسمعهم حتى يقولون خلاص هي البنوك نفس الشيء.
اي هذا الان اليوم وصل هذه الثقافه الى حتى بعض العلماء مع الاسف الشديد، نعم وهذا خطا كبير وخطر كبير، يجعل مسؤوليه الكبرى على بنوك المركزيه اولا، والان والمسؤوليه ثانيه على اصحاب هذه البنوك الاسلاميه ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يبينوا للناس حقيقه العقود الاسلاميه وحقيقه التسامح والرحمه، وايضا واقل شيء ما لا تكون الارباح على التمويلات تكون اكثر من ارباح البنوك التقليديه او من فوائد البنوك التقليديه، هاي الاشكاليه. فنحن نعم. امام مجموعه من الاشياء دكتور محمد اذا انتم قمتم بها في نيجيريا نحن مستعدون، انا كامين عام للاتحاد العالمي اذا احببتم نشارك في مؤتمركم أو نساعدكم في ترتيب هذا المؤتمر بعلماء فنحن مستعدون لمساعدتكم، وندعو أنا في رأيي هؤلاء عفوا رجال الأعمال ندعوهم إلى المؤتمر يسمعون ونعمل لهم ورشة العمل، نقول تفضلوا إخوتي تفضلوا. جميل جدا، يعني وعرض مميز صراحة، جزاكم الله خيرا على طرحه. وطبعا نشكرك أخي محمد، إذا لديك تعقيب تفضل، إذا لا فأنا أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا دكتور محمد، كنت معنا من نيجيريا لمشاركتك لنا في هذه الحلقة من فتاوى المال والاقتصاد. طبعا ما شاء الله يعني مشاركين في حلقاتكم دكتور هم على مستوى مرتفع دائما، يعني علميا وفقهيا وكذلك الأمر دعويا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بهم، مميزين دائما. هناك بعض الأسئلة وردتنا على الفيسبوك، لو سمحتم لي طرحها سريعا، ليست متعلقة بالمال والاقتصاد لكن نجيبهم حتى ما يردوا خائبين. بسمة تقول: ما حكم ظهور القدمين في الصلاة للمرأة لو تكرمتم؟ حقيقة هي مسألة خلافية، إن شاء الله ما سبق لا تعتبر صلاتها باطلة، لكن الأحوط عفوا والأوجب يعني ستر القدمين حتى ولو بثوب طويل، الثوب الطويل يكفي، يعني ليس بالضرورة أنها تلبس شيئا خاصة في الصلاة، إنما الثوب الطويل تغطي، فهذا هو المطلوب، لكن إن شاء الله ما فات ليس عليها واجب، يعني لأنها أولا جهل، والأمر الثاني لأن فيه خلافا بين الفقهاء، منهم أن يرى أن القدمين ليست أيضا من العورة، وإن كان الراجح هو قول الجمهور، لكن أنا قصدي يكفي لمن فعل أن يسامح فيه إن شاء الله. هذا في تعقيب كذلك الأمر من مرتضى، سألنا عن موضوع يعني الخروج عن المذهب، يقول يعني في قضية الخروج عن مذهب أهل البلد في مسألة معينة، هل يجوز هذا الأمر؟ إذا كان، شوف أخي الحبيب، الخروج عن مذهب بشيء إما أن يكون قادرا على الترجيح العين ورأس، أو يسأل أحد العلماء فيفتيه بما هو الراجح من مذهب آخر فلا مانع، أو أنه في مسألة معينة يقلد أحد المذاهب فلا مانع كما يقول بعض العلماء، فبهذه الحالات الثلاث أخي الحبيب. تعقيب آخر كذلك الأمر، لا أعرف إذا كان من الأخ السائل قبل قليل، يقولون: إن شاء الله سوف نتواصل مع الشيخ لمؤتمر حول المالية الإسلامية في نيجيريا، التحدي والرؤية. على العين ورأس، إن شاء الله نحن جاهزون ونساعدهم إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا، فيما يتعلق بالتكافل في ظل هذه الأوضاع أشرتم إليه قبل قليل، ولكن ماذا على الأفراد فيما يتعلق بأسرهم، بما يتعلق بأخوانهم، بأقربائهم، بجيرانهم، ماذا عن هذه النقاط في ظل الظروف الصعبة القادمة؟ حقيقة أولا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الأشعريين حينما كان يصيبهم مشكلة يأتون بكل أزوادهم وأطعمتهم ثم يقسموها مرة أخرى، فقال: هم مني وأنا منهم. فلذلك يعني هذا تكافل شرعا مطلوب وليس مجرد سنة أو استحباب،
وإنما قد يصل إلى فرض كفاية وقد يصل إلى فرض العين. يجب علينا جميعا أن نتكافل فيما بيننا. وهناك حديث يرويه إمام أحمد بسند حسن وفي بعض الأسانيد الصحيحة لغيره أنه يقول مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أهل عرصة، يعني منطقة، يموت بينهم جائع، يموت بين، إلا في رواية برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن مسؤولون أمام الله عن هؤلاء المحتاجين، عن هؤلاء المتعففين، يجب علينا أن نساعدهم، وعلى الأغنياء أن يساعدوا، وواجب الدولة قبل كل شيء أن تقوم بهذا الواجب أيضا. طيب، هنا واجب الدولة كيف يمكن أن ينفذ عمليا؟ واجب الدولة حتى بالنسبة للغرب، طبقوا لما صارت هناك جائحة كورونا، كانت الدولة حقيقة ضخت مبالغ كبيرة جدا، قروض بدون فائدة، دفع رواتب الشركات أو مؤسسات أو ما أشبه ذلك. فهذا دولة غير إسلامية تقوم بهذا، فما بالك بالدولة الإسلامية؟ الدولة الإسلامية يجب عليها أولا أن تسعى جاهدة لزيادة الإنتاج حتى لا يكون هناك تضخم، وأن تأخذ كما أعيد بهذه السياسات الثلاث التي شرحتها، وأن تعطي من أموال المسلمين، لأن هو وكيل للمسلمين حتى ينهضوا في هذه المشاكل. بالإضافة إلى أن إنفاق الدولة على المواطنين سيساعد على تحريك عجلة الاقتصاد، لأنه يؤدي إلى زيادة الإنتاج وزيادة إلى تشغيل المعامل والمصانع. طيب، يعني شيخنا، أريد أن أختم بسؤال وردنا، هو سؤال طويل ولكن سأطرحه لأنه السائل يعني حدد أن يعني يطرح عليكم شخصيا سؤال طالما وراودني كثيرا حول حكم استعمال البرامج المهكرة. لا شك أننا جميعنا نستعمل برامج مهكرة في حواسيبنا منذ بداية الويندوز، وهناك من يشتغل بها ويأخذ منها مدخولا مثل برامج التصميم والمونتاج وبرامج تحرير النصوص مثل الوورد والبي دي اف وغيرها. أصل هذه البرامج أنها مدفوعة، لكن البعض سواء أجانب أو مسلمين يخترق الثغرات أو يفك شفرة بعض الأكواد ويجعل من ذلك كراك لتصير هذه البرامج متاحة للاستخدام والاستعمال مجانا، مع العلم أنه لا يوجد إمكانية لشراء المنتجات الأصلية بسبب عدم توفر بطاقات فيزا كارد في متناول الجميع. حتى لو توفرت البطاقة البنكية، بعض سعر المنتجات الأصلية مبالغ فيه بالنسبة للجزائريين بحكم أني أعيش في الجزائر. فهل يعقل الواحد يقتني برنامج واحد ب 240 دولار أمريكي سنويا، في أي 31 دولار في الشهر، من أجل أن يستعمله في تصاميم غير ربحية؟ السؤال هنا: ما حكم استعمال هذه البرامج خاصة للأشخاص الذين يدخلون ربح مادي منها، ولمن هم هواة وليس لهم مدخول ثابت؟ أرجو الإفادة والإجابة. طبعا هذا الموضوع يقلقني، والشكر موصول مسبقا سيدي. حقيقة صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وأنا تشرفت بالمشاركة أيضا ببحث حول الحقوق المعنوية، وبدأ جواز التصرف فيها وكذلك حمايتها وما أشبه ذلك. توصل المجمع الموقر إلى حرمة الاعتداء على هذه الحقوق كقاعدة أساسية أو عامة، ولكن يعني هذه هي الأصل وهذه هي القاعدة. ولكن مثلا إذا كانت يعني هذه الأمور للتعليم، ومثل الجامعات الفقيرة التي لا تملك هذه الأدوات، يمكن أن يستفيد منها، ولكن بشرط واحد، وهو أن لا تكون وسيلة للمتاجرة أو للبيع والشراء. لو جاز لنفسك لما جاز أن تتاجر بها. فهذا نوعا ما استثناء من القرار أنا قمت به، ليس من القرار المجمع نص واضح، لكن أنا في نظري إذا كان الأمر يتعلق بالتعليم والتعلم ونحن حرمنا من هذه المسألة في العالم العربي فلا مانع، لكن لا يجوز أننا نتاجر بهذه الحقوق، نبيعها حتى ولو ليس للربح، أو حتى ولو لا يجوز لنا البيع والشراء، ولكن يجوز لنا
أن نستفيد منها لتعليم أبنائنا وبناتنا، وبخاصة لمجال التعليم أو لتعليم أنفسنا. هذا ممكن لمن ليس قادرا على دفع هذه الأموال، أما من كان قادرا على الأموال فيجب عليه الأخذ بقرار المجمع ولا يأخذ بالاستثناء الذي أنا ذكرته. شكرا جزيلا لكم، انتهى وقت الحلقة معي. الحلقة كانت غاية في الأهمية بوجودكم، الموضوع الذي طرح وبرؤاكم التي يعني أنرتمونا بها في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم فضيلة العلامة الدكتور علي محي الدين القرداغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، في أمان الله. الله